عشر. يلا بينا، توكل الله. بعتي يلا وانا فيديو. كمان. بي كيرفول، مين هذا يا حفول؟ بي كيرفول. مش عارف، هو اعتقد هي نفس الاسماء بس بتدخل بحسابات غريبه. المشكلة وين؟ انه ليش بيدخلوا من غير حسابات مثلا يا حفلة؟ سيكا عايز يدخل ديسكورد. سيكا ممكن بعد الروم، بس ممكن بعد الروم من عيني. يا هذا الروم فيه متعة قوية شباب، وفيه متعة عن جد مو طبيعية راح تكون، إن كان روم أرسر أو إن كان روم تيمور، الاثنين فيهم روم قوي جدا راح يكون. عايز اتاكد بس من الاسم. عايز تأكد من اسم الشاب الثاني أصدق؟ هعرف على طول مين اللي بيلعب مين. يا أشوف جنسه إيه؟ إذا جنسه ألماني، مين هذا أخي؟ منورين جميعا، الله يسعد ليكم يا اخوان، ناسينا من المتابعة من اللايك من الكذا، لا يقصر شباب بالله عليكم. دخل الكبير تيمور، واي ماي على جاد، الروم واي حر. هذا بي كيرفول. هذا مين بي كيرفول؟ شوف لي الروم يا حفول، البي كيرفول هو بي كيرفول، ثانية واحدة. المفروض باي باي بيلعب قدام. ايوه هو، بس هو مغير غير حساب اتوقع. صحيح، مش عارف. عليكم اسمه باي باي. دقيقة بسأله who and who is this by Be careful. Team match, let's go. Be careful. This, be careful. اوكي ربعت له، خليه رح يرد. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم، توكل على الله. يا حفول، هذا اللاعب، هذا اللاعب بسم اللي الله يخوف. الرحمن الرحيم، هذا اللاعب اللي يخوف. هذا عمي نرزع نشوف هذا اللاعب يا تركيز حفول، كبير. بس للناس تيمور اللي ما بتعرفه، هذا اللاعب ملقب أقوى لاعب موبايل في العالم، وليس عربيا دولي، لا في العالم. دوليا أو حنشوف نرجع شو شوف حي ثاني. شو حي التركيز الكبير العالم. عرفت يسار كبير، ولكن لسه حتى الان ما ندري امام لاعب تيمور نشوف منه، ولكن التركيز رايح جاي يا ولد. نايس تيمور، بيقول لي يا حفلة، بيقول لي هذا باي باي، بيقول لي هذا باي هذا باي باي، يا حفلة. هذا باي باي المصري. باي 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 المصري المصري امام تيمور الان في هذا المونست الكبير. تيمور يعني اعتقد اسف. نحن كده هذا كده باي باي. بنشجع باي باي يا حفلة. بصراحة باي باي واقع امام تيمور صعب، ولكن بتشوف، ولكن بتشوف التركيز بسم مرة الله. ثانية. 1-0، 1-0 الان في هذه اللعبة. دار التركيز الكبير، باي باي بيرجع مرة ثانية من جديد. ضغطة ميدان كبيرة، ممكن ممكن يا الله. تيمور الان كالعاده بالسيناريو المحفوظ على هذا اللاعب، بضغط ورايح جاي على هذا اللاعب الكبير. ممكن هاي جراوند مره ثانيه. تيمور يا ساتر، ولكن امام باي باي نفس الفايده. يا اخي هذا تيمور رهيب حفله. يا تيمور مش سهل، تيمور مش سهل خالص. 2-0 بنرجع ثاني من جديد. والله طلع رهيب 2-0 لك حفله، والله طلع رهيب. تيمور ديجيتال، الديجيتال بتاع تيمور هتحس كده غريب. يا الله نرجع مره ثانيه من جديد. 2-0 الان، خلي بالك باي باي اللي بيحاول الان يرجع ثاني من جديد، ولكن تركيز باي باي يبدا يقل في هذه المباراه الكبيره. تيمور، تيمور بيوسع مساحه كبيره. لايت راوند مره ثانيه، محاوله دمج كبيره. كثير عن الدرس، ولكن لسه كالعاده. يا الله يا الله، يو باي 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 باي. اللي بيرجع له مره ثانيه من جديد. 2-1 في الميدان الكبير على طريقه تيمور الان. ممكن شباب مين بتقولوا راح يفوز؟ هل باي باي المصري ام تيمور، تيمور الاوزباكستاني اقوى لاعب موبايل بالعالم؟ يا الله يا الله، شو هاللعب؟ انا شايف بصراحه، بصراحه انا شايف تيمور يعني من اقوى لاعبين الموبايل. قولوا فعل كلام جميل دي. بصراحه انا شايفه في حته ثانيه. نرجع ثاني بنشوف من جديد على طريقه لاعب كبير مثل هذا اللاعب. 3-1 راح اسيء، اتمكن من الخراب هنا. اولا اولا باي باي محمد دمز الان. ممكن تسحب تصرف صحيح، والله تصرف صحيح. والله انا بنسى مره ثانيه جديد. ممكن نفس البيدان. يا الله على اللعبه، يا الله على اللعبه، يا الله على اللعبه. هرب والله هرب حفله. ما عنديش كلمه، ما عنديش كلمه، يا ما حفول عنديش كلمه. ما في فريق. اوه لا 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 لا، لمسه غريبه، لمسه عجيبه. لك كيف اخذ الجلك؟ امة النبي، دمه طلقه طلقه طلقه، راح هرب هيا دمه ورجع له دمه طلقه.
طلقة دمه، طلقة واحدة. أنا مش عارف بصراحة. يا سوف كثير ولكن باي باي بيرجع مرة ثانية. نايس باي باي. بنحاول الآن. نايس باي باي. بنحاول الآن. والله يا شباب يعني هذا اللاعب تيبور الدوج بتاعه في شيء ثاني والله العظيم. أشوف الدوج بتاعه. الدوج بتاعه في شيء ثاني. نرجع من جديد نشوف الضغط نشوف التركيز على صديقة تيمور. تيمور خلي بالك، تيمور خلي بالك. محمد أنت مش سلمي باي باي. لسه بتشوف الآن. نايس باي باي. خلينا نشوف منظور باي باي. على الضغط. هذا الضغط، هذا اللعب، هذا التركيز، رايح عزية على طريقة لعب كبير، ممكن الآن، ممكن الآن، يا ولد، يا ولد، يا ولد، يا باي باي. يا ولد، يا ولد، يا ولد، الله، ورا الكبر حفلة، باي باي، بيمسك البيت، بيقلد حركاتك تيمور، شكله تابعني شباب، معلش يعني أنا، طبعًا هو توب موبايل، أنا توب أيباد، عرفت؟ فشكله تابعني معلش. أها، بس عشان نشوف هذا التركيز الكبير، خمسة ميدان. يا الله 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 يا شباب قلوب التعليقات شباب شو هاد؟ قلوب التعليقات اي غلطة شي شي امان باي باي اتحرك يا سلامين على الدمس 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 فوز دمس ثاني من بعيد يا سم والله والله نايس والله العظيم اقسم بالله يعني باي باي لحد الان عم بقدم اداء من احسن الناس اللي قدمت اداء في هاي البطولة هو الروم وبينهم يا الله على اللعب الست اربعة ست أربعة الآن على هذا اللاعب من جديد أمام الكل عمري هاد برادر ثانك برو التعرف مرة ثانية يا الله على اللاعب غريب باي باي والله ايدون ايدون اي لاف يو برو ثانك يو فروم ماي هيرت برو ثانك يو فيري ماتش ثانك يو ثانك يو ثانك يو حبيبي نرجع نشوف تركيز كبير ست يا ولد يا ولد دوج الدوج بتاعه يا حفلة عن جد أنا لقيته بحتة ثانية بحتة ثانية خالص باي 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 حاليا تميز بكلاته تميز غير الثقة خلاص مرة ثانية من جديد لمسة ميدان غريبة الستة خمسة الآن جول كل 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 تيمور ولكن ولكن أعصاب هذا اللاعب تيمور حمسني شباب علي بالطلاء حمسني تيمور في شيء ثاني الآن تيمور في شيء ثاني الآن ممكن الآن رايح يفوز مين راح يفوز؟ مين بتقول راح يفوز؟ لا 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 صح صعب ليك والله تيمور بيرش الشباب لا لا يا عمري يا تيمور تيمور مرة ثانية شي ثاني هذا اللاعب توب 1 موبايل بس راح يخسر قدام باي باي يا الله 7 6 الان بتشوفها اوف 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 يا ساتر والله ليس يا باي باي والله ليس بنحاول مرة ثانية من جديد ولكن تيمور الآن في غضب الشديد وفي هذه اللمسات القريبة من هذا اللاعب مرة ثانية استحسن الكل في كل كالعادة نايس تيمور هذا اللاعب رجع كان يشوف التركيز قوي قوي تيمور قوي والله قوي هو التركيز مع هذا اللاعب يعود مرة ثانية من جديد تركيز كبير 8-7 على طريقة فيروس جلال سوريا يا ولد يا ولد باي باي لا 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 مات 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 يا اخي شو الواحد يحكي بس 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 انا افهم شو الواحد يحكي يعني باي باي هذه كلات غريب كلات مستودع غريب اصلا كلات مستودع ما تعرفهاش قوي قوي تيمور قوي قوي يا اخي قوي والله قوي يا شباب تيمور لعبون مو قوي ترى لعبوا نار موبايل لا 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 شوف سيكا حفلة سيكا مشكوك في اي اتش علينا حتى الان مشكوك بنحاول مرة ثانية من سري 9-7 تيمور خلي بالك ممكن يجيب كل ثاني تيمور صعب يا سيكا لا 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 اعتقد تيمور سحب اعتقد تيمور سحب خلاص في هذه الكلات والله يا حفلة جاب هيك 4-5 كلات ورا بعض خلاه يحكي مع حاله صراحة خلاه يحكي مع حاله
يعني انا بدال باي باي هلا بتوتر، ما راح اعرف كيف راح اجيب الكلات. دقيقه ونص ثلاث كلات راح اشوف شو راح يكون هذا. حنشوف مع هذا اللاعب تيمور. لو جاب اعتقد لو جاب كل ثاني خلاص حسن. اعتقد لو جاب كل ثاني والله اذا بيخسر كل باي باي ودع. انا برايي خلاص ودع 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 ودع. يو لو قلت له يا حفله، لو قلت له بس، لو قلت له بس. يا الله يا الله، مره ثانيه من جديد. ولكن هذه اللعبه غريبه، نرجع مره ثانيه. باي باي ممكن في هذا الاستهزاء السخيف او خمس ثواني الكل تيمور. يا سلام يا تيمور، خلاص يا سلام. متعلم الحركات منك والله. ممكن شباب، ما بعرف والله يا اخي. حفله كلهم بيقولوا انه هذا تيمور بتعلم مني. معقول حفله بيعمل حركاتي ترى؟ والله انا شايف، انا شايف والله بيعمل حركاتي ترى. يلا حتوصل تمام. ممكن باي باي، خلاص باي باي، خلاص باي باي. الوجع الكبير، لمسه كفر غريبه ورا كفر. وجع وجع كلياتنا يا حفله، كلياتنا يا حفله. نقول له باي باي. باي باي يا حبيبي. ريد تيم فيكتوري. يجينا باي باي. نايس والله انك اسطوره طالع بنتيجه يعني فرق ثلاث كلات اربع كلات مع اسطوره موبايل تبع اسطوره العالم بالموبايل. فنتيجه حلوه انا برايي. هذا ثاني يوم اول لاعب مصري يخرج من البطوله. اول لاعب مصري بيخرج من البطوله. صحيح صحيح، هاي كلمه حلوه والله جابها. اول لاعب مصري بنقول له باي باي. حبيبي يا باي باي. جي جي والله وحش وحش يا باي باي. ما قصرتش والله. عاشت عاشت